فعلا هاد الندوه هادي كانت يعني جات بمناسبه حفل توقيع كتاب الاستاذ سمير شوقي حول دبلوماسيه ملك، اللي حاول من خلالها يقارب المعالم الاساسيه ديال الدبلوماسيه التي قادها الملك محمد السادس حفظه الله تجاه القاره الافريقيه طيله هاد المده ديال 20 سنه وما يزيد. وفي المداخله ديالنا حاولنا ايضا انه نوقفوا على التمثلات ديال هاد الدبلوماسيه، وقاربناها من فكرة أساسية وهي أنه العلاقة ديال المملكة المغربية تجاه الأشقاء ديالو في القارة الإفريقية لم تكن أبدا مبنية على علاقة المصلحة والمصالح الظرفية والنزوات يعني الشخصية الآنية، ولكن هي كانت يعني مصالح متينة فيها يعني الأواصير ديال العمق ديال المغرب في القارة الإفريقية، ومبنية على يعني التضامن والترابط والتماسك. والمغرب يعني كان عبر التاريخ دائما بجانب الأشقاء ديالو في القارة الإفريقية، يقف معهم عند الأزمات ويلبي يعني يساعدهم في تمثل معالم التنمية. يعني هذا الجانب ديال أنه المغرب كان يعني مساعدا للدول الإفريقية يعني في السلوك هذا المنحة ديال تحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، هو يعني ما يجسد الدبلوماسية الاقتصادية اللي واكبها المغرب، فضلا عن الدبلوماسية الدينية والتعاون الثقافي والاجتماعي. والحمد لله اللي أشرت عليه النجاحات ديال هذه الدبلوماسية طيلة هذه العقدين من الزمن في يعني دعم التواجد ديال المملكة المغربية في العمق القارة الإفريقية، وما يحظى به يعني من احترام متزايد واعتراف بالمكانة ديال المملكة في القارة الإفريقية. يعني نعتقد على أنه هذه الندوة هذه كانت في محلها، وقاربت موضوع غيكون من المفيد للسفراء ديال المستقبل اللي هما الطلبة ديال هذا المدرسة المتألقة. نتمنوا الخير. صحيح على أنه الدبلوماسية البرلمانية من إحدى الوظائف الأساسية للبرلمان المغربي، وحقيقة على أنه البرلمان المغربي في إطار يعني القيام دياله بهذه الوظيفة أنه يقوم بجهود مضنية، وما كتصوروش يعني الحجم ديال الأعمال والتدافع والترافع الذي يقوم به البرلمان من خلال الآليات اللي كيشتغل عليها، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة ديال المغرب في إطار المنظمة ديال الاتحاد الإفريقي. فهناك يعني ترافع مستمر، هناك تدافع مستمر، وبالتالي نستطيع القول على أنه هناك يعني تم نجاحات يعني كتظهر يوما عن يوم، بما يدعم كيف ما قلنا المكانة ديال المملكة المغربية، وأنه حتى الخصوم يعني التاريخيين ديال المغرب أنهم ولاو عادوا النظر في العلاقة ديالهم مع المغرب، حاولوا يعني تمثلوا الحقيقة كما هي على أرض الواقع. وهذا الشيء هذا ما يمكن إلا يعني يعطي قيمة لهذا المفهوم ديال الدبلوماسية الموازية، اللي هي كما قلت وظيفة ديال البرلمان، ولكن هي وظيفة أيضا يعني في متناول المجتمع المدني وفي مجتمع حتى المواطن المغربي عموما، على أنه يتملك الأدوات في الدفاع والترافع على المصالح العليا للوطن. وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. شكرا.